والمعلومات الأولية تفيد بأن الطائرة الأوكرانية كان على متنها طاقم مكون من 7 أشخاص وكانت متوجهة إلى غينيا الاستوائية، ولم يتضح إلى حد الساعة وجود وفيات ضمن طاقم الطائرة. كما أكد لنا بعض الشهود أو شهود العيان ومصادرنا الخاصة أن الطائرة قبل إقلاعها لم تكن عادية، حيث كان هناك خللا تقنيا لم يتحكم فيه من قبل المختصين بل قبل إقلاعها. كما تفيد حسب مصادرنا الخاصة أن الطائرة مدنية وقد كان على متنها 7 أشخاص من الجنسيات الأوكرانية والروسية. ولمزيد من التفاصيل حول الحادثة نربط الاتصال بمراسلنا من طمنراس لتيم الشيخ. لتيم، هل أنت معي؟ نعم، صباح الخير. صباح الخير. بالفعل طبعا الطائرة هي طائرة أوكرانية وكان على متنها 7 ركاب. نعم. إذن لتيم، قبل بالطبع أن تضعنا في صورة ما حدث في هذه الحادثة التي وقعت هذه الطائرة، تبعد 7 كيلومتر عن منطقة طمنراست، هل لك أن تحدد لنا المنطقة بالتحديد بالطبع، وهل لك أن تضع لنا صورة الوفيات والخسائر المادية والبشرية؟ شكرا جزيلا. فقط نشير ان الطائره وقعت، يعني هي وقع لها خلل تقني قبل وصولها الى مطار طمنراست، اين اضطر الطاقم للنزول بمطار طمنراست لاصلاح الخلل، وبالفعل تم التعرف على الخلل واصلاحه، لكن يبدو ان كان الخلل كان اصعب حسب معلومات سفقتها الشروق من عين المكان. ولكن طاقم الطائره قرر إعادة الإقلاع بالتوجه نحو غينيا الاستوائية، لكن على بعد 7 كيلومتر من مطار طمنراست بمنطقة صعبة وصعبة جدا جبلية تسمى تسناوين، وقعت الطائرة. وطبعا المعلومات الأولية تفيد بأن 7 أشخاص الذين كانوا على متن الطائرة توفوا جميعا ولقوا حتفهم، ولازالت قوات الجيش الوطني الشعبي تستعمل المروحيات الموجودة على مستوى مطار طمنراست من أجل الوصول للطائرة، لأن المنطقة جبلية وصعبة، صعبة جدا، صعبة لأي شخص يعني بالوصول إليها يعني راجلا أو يعني استعمال السيارات أو غير ذلك. لذا الجيش الوطني الشعبي يستعمل المروحيات حتى يتم الحصول على الصندوق الأسود للطائرة، وكذلك ربما التعرف عن أكثر ما وقع في هذه الطائرة. نعم، ولكن الطائرة كانت يعني تحمل على متنها 7 أشخاص فقط، هل هي إذن طائرة صغيرة؟ هل يمكن تحديد نوعها من المصادر التي اطلعت عليها أنت؟ الطائرة بالفعل هي طائرة من الحجم الصغير، وصنف 12 كما يقال. هذه الطائرة تستعمل لنقل رجال الأعمال أو على غير ذلك، يعني الناس مختصين أو تقنيين أو إذن هم 7 أشخاص. عذرا لتيم، 7 أشخاص. نعم. يعني من جنس رجال أعمال، ذكور فقط، لا يوجد نساء؟ ذكور كلهم، معلومات. نعم، هم يقال أن من جنسية روسية بالضبط، هم 7 ركاب الكل من جنسية روسية حسب المصادر اللي تلقيناها من طبعا من عين المكان. نعم. ومن الرجال لتيم فقط تدعو. يعني بعد حادثة 2002 ووقوع طائرة بطمنراست تعتبر الأولى، الآن هي الحادثة الثانية على ما أظن. طبعا هي الحادثة الثانية، ربما الحادثة الأولى كانت مؤلمة أكثر لأنها بالطبع 2002 106 ضحية راح سقوط الطائرة الأولى، وفي 6 مارس بالضبط طبعا الطائرة سقطت في 6 مارس، وهي يسمى الحادث الثاني الذي يقع هنا بمدينة طمنراست في هذه المنطقة التي تعتبر منطقة صعبة وصعبة جدا كما قلت لك، لأنها الطائرة سقطت بمحاذاة الجبال، وهي يعني لا توجد ممرات حتى للراجلين للوصول لهذا المنطقة. ولكن لتيم، لم يحدد لحد الساعة ما هو طبيعة هذا الخلل الذي كان في الطائرة؟ طبعا الخلل لم يحدد بعد، وسنقوم طبعا في خلال الساعات القليلة المقبلة الاتصال بتقنيين موجودين على مستوى مطار طمنراست لإفادتنا بالخلل، لأنهم كانوا ساعدوا الطاقم الروسي في إصلاح الخلل اللي وقع على الطائرة قبل نزولها بمطار طمنراست، وسوف نوفيكم بالمعلومات. أكيد الجهات الوصية الجزائرية بطمنراست تقوم بواجبها على أكمل وجه. لتيم، نشكرك جزيل الشكر على كل ما قدمته لنا من معلومات، وسنتصل بك في نشراتنا اللاحقة. شكرا جزيلا لك.
شكرا. مشاهدينا ما أنتم، فنلتقي بعد قليل، ابقوا معنا.